المؤتمرات المتعلقة باللاجئين السوريين صاروا أكثر من أجزاء باب الحارة. الفرق بس أنه باب الحارة فيلت أكثر. هيدي المؤتمرات عاملة مثل أفكارك بالليل، بتتحمم وبتقعد أنت وأفكارك الآن، بتبلش تعمل حياة جديدة لحالك، بتقول بكرة بدي فيق بكير، بلش روح على الجيم، بدي أعمل تخصص تاني، بدي طلع مصاري، بدي ساعد الفقراء. ولما تفيق ترجع لحياتك العادية الروتينية المزرية والفارغة، لأن كلام الليل يمحو الفيتو الأمريكي. Against. واحد أحسن منك، واختي تبع أحسن مني ومنك. بكرة تشوف يا فرن. بكرة استعكي. مسألة اللاجئين السوريين بتختفي وبتظهر بصراحة أكثر من بهاء الحريري يلي حرمنا من طلته بلا ما يجي على لبنان وحاورنا كنازح إلى الخارج وبعدين خلص سكرنا. ضمير الإنسان ما بظن بيتقبل إنه ما يقدر يحاول قد ما فيه كإنسان لبناني، يعني يحاول يساعد ويعمل اللي فيه عليه ليساعد الوضع بلبنان. ابن الشهيد رفيق الحريري ما بيترك لبنان، موجودين معكم وقريبا جدا بيناتكم. الإفادة الوحيدة من مؤتمرات النازحين إنها بتفرجينا السلطة اللبنانية قاعدة على كراسي دولية وموجودة شئنا أم أبينا، موجودة وإلها كيان مش من فراغ. بوضع طبيعي الناس بتكون عم تحضر رئيس حكومتها ووزير خارجيتها هي وعم تدعي وتقول يا رب تمشي خطتهم، إلا بلبنان بيقولوا يا رب ما يبهدلونا، لأن الجميع عندهم سوابق. هول الشخصين لما يلتقوا مع بعض بصراحة خارجياً ديزاستر. إذا كنت حابب تحرك تمك وتعلي أنت أكبر قدر مالك إلا علكة فاتنة. ليه رايح وزير الخارجية ليخبرهم بخطته أنه خلص اللاجئين باقيين وبدنا نشوف حال؟ هونيك بعدهم موقفون مثل موقف قسم الدول الأوروبية إنه خلوهن ونحن منطعمهن، نحن منعطيهن. وهالمرة خليه يعلق مع شي حدا برا أحسن ما يعلق مع وزير المهجرين للأمانة. ما يعنيني شو حكي هيدا الرجل؟ لا ما هو بعذره هاي على عمره. هاي لا هيدا الرجل هيدا زميل وزير، وزير خارجية. أنا مش معادي حدا، أنا يعني معادي ساكتين عن الحق. أنت لسانك طويل وأنا تحملتك المرة الماضية، حطيت بيان على جروب الحكومة، استوعبتك وطلبت منك تشيله، ما احترمت نفسك ولا شلته، والليلة عم تتجن علي وتقول عني شاطر بالحكي، انت بشو شاطر؟ يلي بيسمع كلمة مرت وشو منقله. الحلو يا جماعة بالمسؤولين انه بيطلعوا وبيعزموا الناس من اخر الدنيا وبيقلقولن راحتهم وبياخدوهن على جناف بهيدا البلد كرمال مؤتمر هن والمعازيم واللاجئين ومرت عمي نجاح عرفانين ما رح يقدم ولا يأخر، مثله مثل اخر 40 مؤتمر. انا يا اخويا ما عنديش وقت للحكايات دي. خلص كانوا يقضوا عبد الله ابو حبيب ومئاتي بفنجان قهوه ناولني ويقعدوا هيك على البيال او ستاركو ويحكوا بالموضوع سوا ويفلوا هيك هيك نفس النتيجه.